طيب معانا كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي امبي. يا كابتن احمد، يعني ما اعرفش، بالنسبه لي اول مباراه لما اجي اتكلم عن امبي وبيراميدز، لا يبقى لازم اقول لك مبروك نقطه من نادي بيراميدز، لانه نادي بيراميدز اصبح من الانديه الكبيره في مصر. حبيبي يا كابتن اسلام، مساء الخير عليك وعلى كل طبعا يعني عشاق النادي الاهلي. الحمد لله، طبعا مباراه كانت صعبه جدا. طبعا انت عارف فريق بيراميدز عنده سكواد لعيبه مظبوط يعني على اعلى مستوى، وعنده لعيبه يعني بتترجم نص الفرص، يعني فرقه فيها لعيبه كتير مميزه، بجانب ان هم جاهزين عن اي فريق. طبعا بيلعبوا في افريقيا مظبوط، والمباريات بتاعتهم متدرجه، واخر مباراه فايقين 7، فبالتالي هم داخلين عندهم جاهزيه اكتر مننا. ممكن دي النقطه الوحيده اللي انا كنت قلقان منها، ان هم عندهم جاهزيه وفورمه المباريات هم افضل، فبالتالي يعني كانت المباراه صعبه. لكن يعني يمكن احنا عشان يعني انا عامه يعني والنادي الاهلي، انت عارف كنا لعيبه في النادي الاهلي، ما بتكلم مع لعيبتي دايما على الفوز، كنا حريصين ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه، اتكلمنا ان احنا نلعب على فوز مش على تعادل، ولكن لو ربنا اراد ان احنا نتعادل هتبقى برضو في الوقت الحالي مع فرقه زي دي هتبقى نتيجه كويسه، مش يعني مش سيئه. ولكن مباراه الشوط الاول يعني كان هم امبي كان افضل الحقيقه، انا اسف، بيراميدز كان افضل. بيراميدز كان افضل طبعا الشوط الاول، لان احنا كنا بنضغط، بس كان طبعا انت عارف في بدايه موسم لسه الربط لسه بدري مع بعض. طبعا فالشوط الثاني الدنيا اختلفت، كنا احنا الافضل، وبعد ما جبنا ضيعنا فرصتين اكيد، يعني كنا هنجيب جونين بعد الهدف ده، وكنا بنروح عليهم في هجمات خطره، والحمد لله يعني بنحمد ربنا. مباراه صعبه جدا في بدايه موسم مع فريق قوي، بحمد ربنا وبشكر لعيبتي على المباراه. كابتن احمد، يعني برضو غيابات كثيره، او مش غيابات يعني، حضرتك او نادي امبي باع جون ايبوكا متالق الحقيقه في اولى مبارياته مع سيراميكا كليوباترا، الناحيه الثانيه مصطفى شلبي راح نادي الزمالك، هناك لاعبين اخرين مشوا برضو من نادي امبي، ولكن في النهايه محمود جاد طبعا راح المصري، كان مهم جدا طبعا كمان. فبالتالي اعتقد ان انت بتحاول تعمل فريق جديد. والله يا كابتن اسلام، اللعيبه اللي انت قلت عليها هي اللي كانت السنه اللي فاتت يعني مؤثره الافضل جدا مع فريق امبي، يعني ابوكا كان اهدافه كلها مؤثره، هو مصطفى شلبي، وطبعا محمود جاد حارس كبير، فبالتالي لما تاخد العناصر المؤثره جدا كده في الفريق وما تبقاش موجوده، فانت كانك بتبني فريق من جديد وبتشتغل من جديد، وعايز تطلع ابوكا تاني ومصطفى شلبي ومحمود جاد. لكن الحمد لله، يمكن انا قعدت مع لعيبتي وقلت لهم انا النجم عندي دايما بيبقى المنظومه، الفريق، الاسلوب. فالاسلوب هو اللي بيخلي يطلع اكتر من لاعب نجم في الفريق، فده اللي احنا اشتغلنا عليه، اسلوبنا، الطريقه بتاعتنا الدفاعيه والهجوميه، الانتقال من الدفاع للهجوم. صراحه اللعيبه ادوها كويس. دي يمكن من اهم يعني المميزات اللي ان شاء الله هنشتغل عليها السنه دي. لكن برضو يعني الامور الحمد لله، يعني مباراه في بدايه موسم وترجع بعد وانت خسران وتبقى انت الافضل الشوط الثاني، لا يعني اكيد في حاجات كويسه هنبني عليها. وبعد المباراه انا قلت لهم احنا ما عملناش حاجه، احنا يعني لازم نلعب على المكسب مع اي فريق، فدي مباراه وانتهت، نفكر في اللي جاي. واللعيبه بصراحه يعني ادوا مباراه كبيره جدا النهارده، لو كان الناس شافت المباراه، لا يعني حتى المباراه الثانيه الشوط الثاني احس ان احنا فريق مختلف، يعني الحمد لله. الحمد لله، انا بشكرك جدا يا كابتن احمد، ونتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه.